أحسن الله إليكم. تقول في آخر أسئلتها: لي قريبة حصلت مع بيني وبينها شحناء، وعندما جاء العيد مددت يدي إليها لكنها رفضت وقالت لي شكرا، ثم قامت بشتمي بل ضربتني، وذهبت إلى أهلها لكنها ترفض الصلح والعفو وتتمدح أنها ضربتني، فكيف أفعل؟ هل أعاملها بذلك أم تحبس أعمالي كل اثنين وخميس؟ وبماذا توجهونني؟ أثابكم الله. ما دمت قد حاولت تصالح معها وسلمت عليها فقد بذلت ما يجب عليك، ويكون الإثم عليها، تكون هي المقاطعة وهي الهاجرة فيكون الإثم عليها. وأما أنت ما دمت أنك قد حاولت الإصلاح معها وطلبت منها المسامحة فقد فعلت ما يجب عليك والحمد لله. نعم.